اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، عليه توكلت وإليه متاب. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والطاهرات أمهات المؤمنين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كالذي نقول وخيراً مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءً، ولأبصارنا جلاءً، ولذنوبنا ممحِّصًا، وعن النار مخلِّصًا، ولأسقامنا دواءً. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعله شفيعًا لنا وحجَّةً لنا،
لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وزدنا به من النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أحسن كتبك نظاماً وأفصحها كلاماً وأبينها حلالاً وحراماً، محكم البيان واضح البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، ولثوابه حائزين، ولك في جميع شهورنا ذاكرين، ولك في جميع أمورنا راجين يا رب العالمين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا رب العالمين. اللهم صل على محمد، ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسَّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا، قد حضرنا ختم كتابك، قد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك، فلا تردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ختمتنا هذه مباركة على من قرأها وحضرها وسمعها وشاهدها يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت، يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا محمد، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وانقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. وارحمنا يا الله يا الله إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب،
ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتوفَّنا وأنت راضٍ عنا غير غضبان، وبشِّرنا يا الله بروحٍ وريحان وربٍّ غير غضبان. اللهم أعتِق رقابَنا من النار، اللهم أعتِق رقابَنا من النار، اللهم أعتِق رقابَنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاة أمرنا وعلمائنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا وإخواننا المسلمين ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. أعتقنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك تتفضل على عبادك فتجيبهم سؤلهم وتجيب دعواتهم عند ختمهم لكتابك يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا وحقق سؤلنا. اللهم هؤلاء عبادك يرفعون أكف الضراعة إليك في بلد حرام وفي ليلة شريفة وفي مكان مبارك، يسألونك ويدعونك، يسألونك سؤال الضعفاء المساكين، سؤال من خضعت لك رقابهم وذلت لك أنوفهم وجباههم وذرفت لك عيونهم. فاللهم أجب كلًا في مسألته وحقق لكل دعوته وأمنيته يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بعتق رقابهم من النار عدد ما أعتقت من أول الشهر إلى آخره، فاللهم اكتبنا في ختام هذا الشهر من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا واسع المغفرة، يا سامع كل نجوى، ويا كاشف كل بلوى. نسألك الجنة، نسألك الجنة، نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اعف عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وولاة أمرنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي رحمنا وأقاربنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك وإخواننا المسلمين. اعف عنا يا كريم يا حليم يا واسع العطاء، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من لا يهتك الستر، يا من أظهر الحسن، يا من هو بديع السماوات والأرض، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يا لطيفاً بعباده، يا رحيماً بخلقه، تولنا برحمة منك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، وسلم المعتمرين والقاصدين والزائرين،
واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لمؤسس هذه البلاد، اللهم اغفر لموحد هذه البلاد، عبدك عبد العزيز بن عبد الرحمن. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأنزل عليه وعلى قبور المسلمين شآبيب الرحمات، كفاء ما قدم لهذه البلاد المباركة، فجمع الله به كلمتها ووحد صفوفها. اللهم اجزه خير الجزاء وأوفاه يا أكرم الأكرمين، وارحم واغفر لأبنائه من بعده، ومتع خادم الحرمين الشريفين عبدك سلمان بن عبد العزيز بالصحة والعافية، واجزه خير الجزاء وأوفره تجاه ما قدم يقدم للإسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم يا منان يا ديان، وفق عبدك محمد بن سلمان واجزه خير الجزاء على ما يقدم لدينه ووطنه والمسلمين من رؤية ثاقبة طموحة فيها عز للإسلام والمسلمين وصلاح للبلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية للحق دارا وللخير منارا وللسنة والسلام قرارا يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظها من كيد الكائدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا من لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك، نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، واجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين، واكتب النصر والعزة لإخواننا في غزة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهمهم، اللهم ألهمهم الصبر يا ذا الجلال والإكرام، وكف عنهم إطلاق النار، وارفع عنهم الحصار، وسد جوعتهم، وأشبع نهمتهم وسائر المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية، واجعل أمرهم في سفال وكيدهم في ضلال وأمرهم في وبال يا قوي يا عزيز، وأرنا بهم عجائب قدرتك يا من لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم لبلادهم قرة، ولأوطانهم مسرة، ولمجتمعاتهم درة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، اللهم أعذهم واحفظهم من الجماعات المنحرفة والأحزاب الضالة والتنظيمات الإرهابية المشبوهة ومن دعاة الفساد والضلال والانحلال، إنك أنت الكريم المتعال. اللهم وفق نساء المسلمين وجملهن بالحجاب والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وأعذنا من فتنة القول عليك بغير علم، أو أن نقع في أعراض المسلمين، أو أن نؤذي مسلماً، أو نجلب إليه زوراً
يا رب العالمين أو فجورا. اللهم احفظنا وبلادنا من الشائعات والافتراءات والمسكرات والمخدرات، وبث الأمن والسلام والوئام والوحدة في جميع بلاد الإسلام وعلى جميع الأنام يا رب العالمين. اللهم ارفع المجاعة والخوف والفقر والجهل عن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ لبلاد المسلمين أمنها وأمانها وسلامها، وعليك بمن يريد زعزعة أمنها واستقرارها. اللهم احفظها من الحروب والكروب والحوادث والخطوب يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأعد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنةً مديدة، ونحن في خيرٍ وصحةٍ وحياةٍ سعيدة. إلهنا، ليس في الوجود ربٌّ سواك فيُدعى، وليس في الكون إلهٌ غيرك فيُرجى. نسألك ألا تردَّنا خائبين، ولا عن من رحمتك محرومين، ولا عن بابك مطرودين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. نسألك خير هذه الليلة، خير هذه الخواتيم، بركتها، نورها، رزقها، هداها، خيرها من خيري الدنيا والآخرة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تعمنا بالخير والعفو والعتق من النار وإخواننا المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمتطوعين في خدمة هذه البلاد المباركة وخدمة المعتمرين وخدمة الإسلام والمسلمين. اللهم بارك في المؤسسات والجمعيات والهيئات التي تقوم بأعمال الخير على وفق مرادك ومراد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق واحفظ رجال أمننا الذين يحرسون بإذنك أمننا ويحفظون بتوفيقك استقرارنا. اللهم وفقهم وأثبهم وأعنهم واجزهم خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم اغفر لشهدائنا، شهداء الواجب الذين قدموا أنفسهم في خدمة دينهم وولاة أمرهم ووطنهم ومقدساتهم. اللهم تقبلهم في الشهداء، اللهم عاف الجرحى، اللهم عاف الجرحى واشف المرضى، وردهم جميعا سالمين غانمين منتصرين مظفرين. اللهم عليك بأعدائنا، كف عنا شرورهم، عليك بالأشرار، اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تفرق جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور
يا عزيز يا غفور. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.